يعد ناجحا في امتحان شهادة البكالوريا دور 2021، كل مترشح تحصل على معدل للامتحان يساوي أو يفوق 9.5 من 10. إذن هنا هذه إجراءات أخذت استثناء لصالح أبنائنا وبناتنا لدعمهم، وكذلك أخذ بالاعتبار الضغوط النفسية التي عاشوها وعايشوها مع هذا الوباء، رفعه الله علينا إن شاء الله. أما نسبة النجاح باعتماد هذا المعدل، معدل النجاح، نسبة النجاح الوطنية بلغت 61.17% من مجموع المترشحين المتقدمين لهذا الامتحان.